في كندا صيف صعب لا يصدق، حرائق غير مسبوقة وخسائر مروعة، أكثر من 1000 حريق بالغابات من شرق البلاد إلى غربها. الطبيعة حتى الآن أقوى من كل جهود الإطفاء. حرائق الغابات أرغمت السلطات على إخلاء مدينة يلو نايف بأكملها من سكانها البالغ عددهم نحو 19,000 شخص. مصادر محلية قالت إن 15,000 شخص فروا براً فيما أجلي الآخرون جواً، واستدعت السلطات مئات من عناصر الإطفاء ومشاركة الطيران في جهود الإطفاء. سكان مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا تأهب الآلاف منهم لإخلاء منازلهم بعدما أجبرت سرعة انتشار حرائق الغابات سلطات الإقليم على إعلان حالة الطوارئ والإغلاق الجزئي لبعض الطرق الرئيسية بين ساحل المحيط الهادئ وبعض أنحاء غرب كندا. عشرات الآلاف من الهكتارات اجتاحتها النيران، ضباب كثيف بسبب الدخان الناجم عن الحرائق. شدة الحرائق وسرعة الرياح صعبة من المهمة التي وصفها رجال الإطفاء بأنها الأصعب والأشد، فيما قال آخرون إن الساعات الماضية تعادل 100 عام من مكافحة الحرائق في كندا عبر تاريخها. وتشهد كندا هذا العام موسم حرائق غابات هو الأشد على الإطلاق، تسبب في إجلاء 170,000 كندي عبر البلاد، وأتى على 14 مليون هكتار من الأراضي، ما يساوي ضعف الرقم القياسي السابق المسجل في 1989.